ايش لسه؟ احكي لي. انا مستمر معاها بالرقيه تسجيل. تبين معاي تسجيل ايه؟ تسجيل تسجيلات الرقيه، رقيتك، رقيه رقاة ثانيين. مشي معاها صار لي فتره طويله. اكمل. لتبين معاها مع جلسة وليد من هم موجودين أربعة. كيف؟ مع وليد مو وليد عبد الرطيف. أكمل. بعد الرقية تبين معاه أن أربعة موجودين، اثنين مسلمين وحي، ومعها والله العالم أن عفريت من كلام واحد فيهم أسلم وقال لي عفريت. عفريت. وعفريت وجوز مسلمين مرة و العالم جنة وجنية. جنة وجنية. أكمل. زين. وهذه الحالة اللي موجودة معها، وفيها قبل 6 شهور 7 شهور صار أكل أثناء النوم. كيف؟ أثناء النوم حسيت أنها أكلت تمرة من إيدي أنا. فتبين معها انها النطق اللي كنت ارقيها في السياره معي، كنت بشغل الرقيه، فصعد الجن المسلم قال اكلها امبارح بالليل في المنام. الجن المسلم اكلها؟ لا، الجن المسلم قال لك العفريت اكلها. قال اكل، ما قال العفريت ولا قال لي، قال لي اكلها في المنام. فحتى يوم نستمر معاك مع رقيه السحر المأكول توع بس ما يطلع معها شيء، تحس مثل مثل الكرة توصل لحد هنا بالعوم وترجع. يكمل. زين. امبارحة في المنام تقول لي حلمت اني اقوص، واول مرة في حياتي اعوم. اعوم في البحر اول مرة في حياتي، هذا امس امبارحة بالليل. اكمل. اي شيء تذكرته ذكرني. زين. تأثر بالحسد. هذا واضح ماذا محيا في حسد. حسد. رقية الحسد ورقية العقد. رقية السحر المأكول. رقية الحرق في أمعائهم ماء حميمة وسقوا ماء حميمة، هذه قطع معهم هذه تصير معها. أكمل. بس هذا اللي تبين معي أنا كشخصيا يعني ما. أكمل. زيد. هذا اللي بين معها، بس هذا اللي أنا أعرفه حاليا عن حالته. أنا اللي وقف عليها يعني، ما في حد شخص ثاني. هذا التشخيص بتاعك أنت؟ هاي تشخيصي أنا، توفيق من الله. أنا صار لي سنة وشوي أنا مع العالم هذا، أخذ أكتسب. الحمد لله. شوي. الحمد لله. لا تفضل. أول حصة عندي، أول مرة معي. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة،
نصح للأمة وكشف الله به الغمة، جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أجرني الله وإياكم منها ومن حرها وقعرها وظلماتها وظلامها ومن كل ما يؤدي إليها، آمين وآمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الفقر وفي الغنى، ولك الحمد في المرض وفي الصحة، ولك الحمد يا رب في كل حال وحين، ولك الحمد في كل وقت وحين، ولك الحمد رب السماوات والأرضين، إله الأولين والآخرين، ناصر المظلومين والمستضعفين. اللهم لك الحمد تعطي لمن تشاء وتنزع ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، لك يا رب الحمد والفضل والمنة والكرم والجود والثناء. من أطاعك فاز، ربح بيع الدنيا والآخرة وفاز، ومن عصاك ضل وزل وغوى وفي الظلمات هوى. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، كل هالك إلا وجهك. لا إله إلا أنت، كل ميت إلا أنت. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا مرضت فهو يشفين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حفظناها من كل شيطان رجيم، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، إن ربي على كل شيء حفيظ. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
توكلنا على الله واستعنا بالله واستجرنا بالله. بسم الله توكلنا على الله واستعنا بالله واستجرنا بالله واعتصمنا بالله. بسم الله بها بدأنا وعلى ربنا توكلنا وبه استعنا وبه استعنا وبه استجرنا. بسم الله بسم الله أولا وآخرا، بسم الله ظاهرا وباطنا، بسم الله في كل حال وحيد، بسم الله في كل وقت وحيد، بسم رب السماوات والأرضين، بسم الله بسم الله. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله 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 أينما تكونوا يأتي بكم الله. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله 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 جميعا يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله 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 جميعا. إن الله على كل شيء قدير. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون 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 وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. أجيبوا داعي الله أجيبوا داعي الله أجيبوا داعي الله ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وإن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون وإن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون 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 فإذا هم
جميع لدينا محضرون، جميع لدينا محضرون، فإذا هم جميع لدينا محضرون، جميع لدينا محضرون، فإذا هم جميع لدينا محضرون، 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 كل كبير يسمع ويرى يسيرون، عفريت يحركهم، مارد يأمرهم، كبير 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 له خدام، جددوا سحره في كل منام، جددوا سحره في كل منام، جددوا سحره في كل منام، جددوا سحره في كل حلم، جددوا سحره في كل ليلة، جددوا سحره في كل منام، جددوا سحره في كل ليلة، جددوا سحره في كل حلم، كبير له خادما، حيا خادما، ساحر خادما، تحسدها خادما، جنيا خادما، تخدم الكبير خادما، موكلة خادما، ساحرة خادما، تخدم الملك خادما، بسم الله تتجلى كل جنية، يتجلى كل كبير يحكمها، يسيرها، يحركها، بسم الله، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، 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 كل كبير يأمرون بسم الله يسحب، من عقري يسحب، من جهري يسحب، من وكري يسحب، من مستقري يسحب، بسم الله يسحب، 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 اللهم دمر أعداء حصوني، اللهم دمر أقوى حصوني، اللهم دمر أكبر حصوني، اللهم دمر أعظم حصوني، اللهم دمر أكبر حصوني، اللهم دمر أعداء حصوني، اللهم دمر أكبر حصوني، اللهم دمر أقوى حصوني، اللهم دمر أعظم حصوني، اللهم دمر أكبر حصوني، اللهم دمر أعداء حصوني، اللهم دمر أقوى حصوني، اللهم دمر أكبر حصوني، اللهم دمر أعظم حصوني، اللهم دمر أقوى حصوني، اللهم دمر أعظم حصوني، اللهم دمر أقوى حصوني، اللهم فجر أعظم حصوني، اللهم دمر أكبر حصوني، اللهم دمر أقوى حصوني، اللهم دمر أعظم حصوني، اللهم دمر أكبر حصوني، اللهم دمر أعظم حصوني، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. بسم الله، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما يشاء الله يكون وما لا يشاء لا يكون، لا إله إلا الله، الأمر أمره والشأن شأنه، والمشيئة مشيئته، والقدر قدره، ما شاء ربنا كان وما لا يشاء لا يكون. إليكم جميعا يا من تسمعون وترون، يا من تستخفون وتختبئون وتندسون، إليكم جميعا، إلى كل ساحر يسمعني، إلى كل ساحر يراني، إلى كل ساحر يستخفي ويختبئ ويندس، خلف الحصون العظيمة، خلف الحصون القوية، خلف الحصون المتينة، إلى كل ساحرة حاسدة من الثعابين، من الأفاعي، من الحيات، إلى كل جني وجنية، إلى كل عفريت، إلى كل عفريت، إلى كل عفريت يحكمها، إلى كل عفريت يسيرها، إلى كل عفريت يحركها جميعا. وهذا أول لقاء، والنبي الهمام عليه أفضل الصلاة والسلام لما بعثه الله في الناس إنسا وجنا بشيرا ونذيرا، ما نزل على رقاب الخلق بالسيف ترهيبا، بل بدأها ترغيبا ودعوة وطيب كلام ولينا، وكلما أقيمت الحجة على الظالم على الكافر ضاعف الله له العذاب، كلما عرف الظالم الضال المضل الحق وأبى ضاعف الله العذاب، كلما دعي إلى صراط الله السوي المستقيم وأبى ضاعف الله له العذاب، كلما استقر الحق في عقله وأبى ضاعف الله له العذاب، كلما قرئ عليه القرآن وتألم، كلما ذكر الله وتألم، كلما وعظناه بالقرآن وتألم، كلما ذكرناه بجنة ونار وتألم، كلما ذكرناه أن الظلم ظلام وظلمات وحرمه رب البريات، كلما ذكرناه وتألم كانت حجة أقيمت عليه يسأل عليها يوم القيامة، يوم الخزي والندامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم،
كل مسلم يكتب إيمانه يكتب إسلامه. إذا كنت صادقا وصدقت رب العباد سبحانه وتعالى أعانك نصرك وفقك كان الله معك. أما إذا كنت كاذبا ماكرا تخفي خبثا ومكرا ورأى سبابة رفعت بجسد وقلب يوالي الشيطان وقلب يعبد الشيطان وقلب يخضع للشيطان وقلب مع الشيطان أذلك الله وضاعف الله لك العذاب في الدنيا قبل الآخر. الصادق لا يخشى إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أنا صادق صادق. يلا جلس جلس مكانك جلس بلاستيك. لا إله إلا الله. أنت صادق وأشهد الله على ذلك وأشهد الله على ذلك. كنت كمل أعطاني فرصة أنا أتكلم. تفضل تفضل. لا إله إلا الله. يلا اسمعني وركز جيدا. اسمع وركز جيدا. أنت مسلم؟ جاوبني على السؤال ديالي. أنت مسلم؟ نعم. متأكد أنك مسلم؟ نعم. أنت مع الله؟ أنا مع الله ومع رسول الله. أو طيب الحمد لله. ولا تخشى إلا الله. ولا أخشى إلا الله. ولا تخاف. ولا أخاف إلا الله. ولا تهاب إلا الله. نعمة هذه الحمد لله رب العالمين، ولكن هذه النعمة يجب أن نلمسها فيك. هذه النعمة اللي هي نعمة من نعم الله عليك خصنا نلمسها فيك، فيجب أن نلمسها فيك. لا نلمسها كلاما فقط، فالإسلام اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. فلا يكفيني شهادة وسبابة ترفع. أنت مسلم، أرن الإسلام فيك في تصرفاتك في حركاتك في سكناتك في لباسك في طعامك في شرابك في كلامك في نظرك في بصرك في كل شيء من حياتك. هذا هو الإسلام. أما تقول لي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا يسمى ترداد ببغاويا. الببغاء قد نعلمه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويقولها دائما. لا نريد ترداد الببغاء، نريد أن نعي الإسلام ونفهم الإسلام فهما صحيحا. نفهم الإسلام فهما صحيحا، نطبق الإسلام في حياتنا وحركاتنا وسكناتنا، هذا هو الإسلام. أما الإسلام الكلامي فالكل يدعي ذلك، والدليل هو السنة. الكل يقول أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا من رحم ربي تجدها على الجدة وعلى صراط الله السوي المستقيم. لا يزيغ ولا يضل، وإن أخطأ يبكي على الله جل وعلا يتوب ويستغفر. أنت مسلم، أنت مؤمن موحد، لا تخاف إلا الله ولا تهاب إلا الله، وترفع سبابتك عند كل لاق وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه ثاني مرة وأنت ترفعها. كم من راق رفعت عنده السبابة وقلت أنا مسلم؟ تكلم معي جاوبني أجيبني. إذا نزلت إلى نزلت من الجسد وخليتها هي فاقد، هذا دليل على مكرك، هذا دليل على خبثك. أما إذا كنت صادقا تكلم وتواجه ولا تتأخر في الرد والجواب، سؤال جواب، لا تتأخر ولا تتعطل، لا تفكر، أظهر لنا إسلامك وأعلن لنا إسلامك في كل شيء. أنت مسلم جاوبني، أنت مؤمن، أنت موحد. بسرعة وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا
قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وما كانوا مهتدين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله السماوات والأرض ليقولن الله ليقولن الله ليقولن الله ليقولن الله على كل أفعى
على كل أفعال، على كل ثعبان، على كل أفعال. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. على كل عفريت من الجن عفريت، ظالم عفريت، معتد عفريت، كبير كبير كبير، كبلهم في الأبدان كبير عفريت كبير، قيدهم في الأيدي عفريت كبير، كبلهم في الأرجل قيدهم في الأرجل عفريت كبير، كبلهم في الظهر عفريت كبير، كبلهم في الرأس عفريت كبير. لا إله إلا الله. اللهم انزل على كل عفريت ثقيلة، اللهم اجعل على كل جن ظالم من العفاريت ثقيلة ثقيلة، محرقا ثقيلة، حارا ثقيلة. اللهم احرق بها أجسادهم، اللهم احرق بها أبدانهم، اللهم احرق بها جلدهم، اللهم احرق بها وجوههم، اللهم احرق بها أجسادهم أبدانهم ووجوههم، اللهم احرق بها أجسادهم أبدانهم ووجوههم، اللهم احرق بها أسماعهم أبصارهم، اللهم احرق بها وجوههم، اللهم اسلخ بها جلدهم. لا إله إلا الله، 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 تحرقهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تحرقهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تهلكهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تدبرهم. لا إله إلا الله، تعذبهم. لا إله إلا الله، تهلكهم. لا إله إلا الله، تحرقهم. لا إله إلا الله، تدمرهم. لا إله إلا الله، تعذبهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بها يحرق كل عفريت. لا إله إلا الله، بها يحرق كل جن. لا إله إلا الله، بها تحرق كل حي 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 حي، بها تحرق كل حي، تعذب كل حي، تدمر كل حي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يحرق بها كل خادم من الظالمين وخادم، كل خادم من السحرة وخادم، كل خادم للسحرة وخادم، كل خادم العين والحسد وخادم، كل خدام العين والحسد، خدام العين والحسد، تتقوى بالعين والحسد، تتخلوا بالعين والحسد، تتعذبوا بالعين والحسد، تتسلطوا بالعين والحسد، تنبرضوا بالعين والحسد، خدام العين والحسد، تخلوا بالعين والحسد، تنبرضوا بالعين والحسد. يحرق خدام العين والحسد، يحرق خدام العين والحسد، يحرق خدام العين والحسد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يحرق كل خادم، يحرق كل خادم وخادمة وخادمة، شيطان وشيطانة، عفريت 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 عفريت، بسم الله وبأمر الله. ولا إله إلا الله، تحرقهم. لا إله إلا الله، تهلكهم. لا إله إلا الله، تدمرهم. لا إله إلا الله، تعذبهم تعذبهم تعذبهم، تدمرهم، تحرقهم، تهلكهم، تدمرهم، تعذبهم، تحرقهم، تهلكهم، تعذبهم، تدمرهم. لا إله إلا الله، يحرق بها كل جن غالب من اليهود، من اليهود، من اليهود السود، يحرق بها كل جن غالب من اليهود. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحرق بها كل جن ظالم من النصارى ظالم. لا إله إلا الله، يحرق بها كل جن، يحرق بها كل جن. لا إله إلا الله، يحرق بها كل جن، جن جن، ولا الشيطان تبع الشيطان مع الشيطان، نصر الشيطان، شيطان شيطان، شيطان مع الشيطان، شيطان شيطان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحرق بها كل جن، وعلى الشيطان تبع الشيطان مع الشيطان، نصر الشيطان. لا إله إلا الله، يحرق بها كل ظالم 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 ظالم، يحرق بها كل ظالم من اليهود ظالم ظالم، بالنجمة 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 بالنجمة، ظالم ظالم ظالم، يحرق بها كل ظالم، يحرق بها كل ظالم. لا إله إلا الله، يهلك بها كل جن. لا إله إلا الله، تعز المسلمين
لا إله إلا الله ترفع شأن المسلمين، لا إله إلا الله تنصر المسلمين، لا إله إلا الله قوة للمسلمين، لا إله إلا الله نصرة للموحدين، لا إله إلا الله قوة للمسلمين المؤمنين الموحدين، لا إله إلا الله. لا معبود بحق إلا الله، لا نطيع إلا الله، لا نسجد إلا لله، لا نخضع إلا لله، لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. اللهم أذل بها الظالمين، واعل بها راية الحق والدين، وانصر بها كل جني مسلم يكتم إيمانه، يكتم إسلامه، يخشى غيره. مسلم مؤمن موحد، كل لحظة تطلع فيها كاتب كده دائما هكذا. إذا أنت مستضعف داخل هذا البدن، أنت ضعيف، أنت ضعيف. سؤال جاوبني، أنت ضعيف، أنت في ضعف. نسمع، أنا أريد أن أسمع كلامك، لما أسألك جاوبني، إلا ما جاوبني شان كم لو قرأ أنت تعذبهم يعذبون حتى يجعل الله بعد ذلك أمر. واضح؟ سؤال. أنت مستضعف في هذا البدن، أنت ضعيف، يوجد من هم أكبر منك. أنت اللي تكلمتي في الأول ولا لا؟ أنت المسلمة اللي تكلمتي في الأول ولا جيني مسلم ولا تكلم في الأول؟ لا لست مسلم. الجيني الآخر هو اللي تكلم. ودابا غادي كي نبدي نتكلم معكم طرأ عليك أسئلة، غادي تهربي وتنزلي وتخافي ولا تكملي معي الكلام؟ لا إله إلا الله. واش إلا سألتك، إلا سألتك غادي تكمل معي الكلام ولا غادي تنزلي كما دار هو؟ إن شاء الله. إن شاء الله هذا كلامي. إن شاء الله فيها أمرين، إما تحقيقا وإما تعليقا. تحقيق إن شاء الله غادي تحاولي بإذن الله وتسعي جاهدا أنك تجاوبني على كل سؤال. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. ما تعطلش في الرد. أجي جلسي هنا حدا. قربي لهذا الكرسي هذا. قربي لهذا الكرسي. ابقى إلى الأخير. نوضي أنتي جلسي في هذا الكرسي. جنية. مسلمة مؤمنة. وما بغيتك تسكتي، بغيت تسمع الحس ديالك، نسمع. اجي جلسي هنا في هذا الكرسي، هو قريب هنا. زيدي زيدي. كنسألك جاوبيني، بيني للصدق ديالك الا كنتي صادق كتسمعيني. دابا انت كاينه انت وجني مسلم، وهذا الجني المسلم ليس بقريب لك ولا بزوج لك. بزوجك أسلمتوا داخل هذا الجسد، ولا دخلتوا كفار مشركين خدام سحر عين حسد؟ واش كنتوا كتخدموا في البداية سحر ولا عين حسد؟ واش كنتوا كتخدموا في البداية سحر؟ أنا أخدم السحر. كنتي كتخدمي سحر؟ الله يخدم عين. طيب الجن المسلم كان يخدم عين؟ هادشي تقال من قبل. الجن الأول كان يخدم العين. وانت يا خادمة سحر؟ منذ متى أسلمت؟ هذه بشحال المدة باش أسلمت؟ المدة كم؟ المدة من لأهداكم الله عز وجل لصراطه السوي المستقيم؟ عام، عامين، شهر، شهرين، سيمانة؟ منذ متى؟ خمسة أشهر. عند أحد الأخوة أسلم قبلي. هو أسلم قبلك. هو مش حال سنة. هو أسلم منذ سنة. ومن اللي أسلم منذ سنة هو بقي حرارة العين في الجسد ما انتشر. يعني وخا أسلم حرارة العين لازالت موجودة في الجسد هكذا القليل منها القليل، ولكن تتأثر في العين والحسد وتصرع قاع بالعين والحسد. لازالت تصرع بالعين والحسد مع أنه أسلم منذ سنة، وانت قلتي أنه دخل خادمة للعين والحسد، وانت دخلتي خادمة ديال السحر ياك. هاد السحر هذا من نوع ديال هاد السحر هذا؟ سحر مأكول. مأكول يا
هتسحل المأكول باقي عاد؟ هتسحل المأكول باقي في البطن ديالها؟ هاد السحر المأكول واش باقي في بطنها؟ كتبغي بعد مرة تتقية وما كتقدش تتقية. طيب هاد السحر المأكول أنا غادي نقترح عليك اقتراحات وانت جاوبني غير بنعم أم لا، وعاوني راسك شوية وصبري معانا، خلي لنا شوية نتاع النفس باش نطوله. هاد السحر هذا المأكول انت ما بقيتيش خدامة عليه، نعم، ولكن الحية هي اللي تخدم عليه، هادشي اللي كاين. أريد أن أخرج. واسمعين وخليني نكمل الهضرة، كلنا بغينا نخرجوا ونخرجوا كاع من هذا العالم هذا البائس اليائس. وخليني نتكلم، خليني نتكلم. طاعات لي، اسمعي لي وخليني نتكلم. رفعي راسك، رفعي راسك. انت دابا في نظرك دابا انت الا كنتي مسلمه وصادقه زعما راكي في نعمه ولا نقمه؟ راكي في هذه النعمه كبيره. رب نقمه في طياتها نعم كثيره. جاء الله بك من السحره ومن الفجور والفسق والظلم والضلال المبين والظلمه الى النور. حقا ظالمه في البدايه، ولكن هذه نعمه انت فيها تحمدي عليها الله بالليل والنهار. وتشكري عليها الله عز وجل بالليل والنهار وما توفيش الشكر دياله. ساقك من السحرة ولا ندري من القفار ولا من الجبال ولا من الغابات ولا من الأودية ولا من الأرض، لا ندري من الخلوات من الفلوات، إلى خدمة السحر، إلى جسد مسلمة، إلى توبة وإسلام وهداية. نعمة مغبون فيها كثير من الجن اللي عايشين في الجبال والقواطة والمشوش والطبات، ما الله بالإسلام، اللي عايشين في أجزاء من الكرة الأرضية لم يسمعوا ولم يدعوا إلى دين الله يوما. نعمة راكي فيها ولا ليس بنعمة؟ نعمة. الحمد لله. الحمد لله، ما تبكيش، خصك تقولي الحمد لله إذا كنت صادقة. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين بكرة وأصيلة. الحمد لله في كل. اسمعي، الحمد لله في كل وقت وحال وحين، وأكبر نعمة هي نعمة الإسلام. نعم. شيء أكبر نعمة أن الله عز وجل هداك إلى الإسلام. نعم. والله العظيم هذه نعمة، خصك تحمدي الله عز وجل عليها. شتي ما غتشوف في له الحمد على هذه النعمة هذه لو كانت تحمدي حياتك كاملة لربها. سؤال، هذا السحر المأكول ما بقيتش خدامة عليه. حاولي تكلمي كلام واضح، ما تبكيش باش نفهمك. هاد السحر المأكول انت كجنية لا تشتغلي عليه، ما بقيتش خدامة عليه. طيب شكون اللي كيشتغل عليه الان؟ من يشتغل عليه؟ الحية. نعم. والحية هي اللي هي من تحرسه في البطن ولا تعد ولا تدعه يخرج. هكذا جاوبيني. بسم الله، قولي بسم الله. الحية هي من تشتغل عليه. طيب دابا هاد الجن المسلم اللي هو خادم العيون الحسد، وانت جنية مسلمة، بشحال مرة تكلمتوا مع العاقي؟ بشحال حصة تكلمتوا مع العاقي؟ بزاف ديال الحصص، كثيرة. انا اول مرة. انت اول مرة دابا عمرها تكلمت معايا؟ انا بس انا. طيب هذه اول مرة. طيب الجن المسلم الاخر تكلم مع العاقي، لا داعي لذكر الاسم، تكلم مع العاقي ولا تكلم مع العاقي اخر ولا عاوتاني تكلم مع العاقي اخر؟ ثلاث مرات تقريبا، مرتين. هذاك وده صافي. طيب بالله عليك لما تكلم هذا الجن المسلم مع الراقي الاول، تكلم مع الراقي الثاني، خرجوا بنتيجه؟ لا. خرج الجن المسلم؟ لا. بطلت حره العين والحسد كليا؟ لا. بطل السحر الموجود في البطن؟ لا. يعني ماذا؟ بالدارجه راح نطبلوا في الماء، كاين ولا ما كايناش؟ حقيقه احنا نضربوا الدف في الماء. انت جنيه ومسلمه وفيك الخير، بالله عليك شركي باغي الخير ليك ولها ولا باغي غير ليك انت لوحدك؟ ان شاء الله. كتعرفي شروط التوبه ولا لا؟ هما اربعه ومن ضمنها رد المظالم. وانت ولا شك ولا ريب انك ماشي غير ظلمتي، وظلمتي حتى وصل السيل الزبا، ظلمتي يعني ظلمتيها كثيرا. ولا ولما تجد جنيه في انسيه نكون على يقين ان غادي تشوفها المرار، ربما الظلم ديالك الله كان يعلم به. واخ، وهذا السحر الموجود في بطنها لربما هو الذي الشعر ديالها يتساقط، الجمال ديالها يتغير، الحمل ما كاينش. عشر سنوات. والسبب ديالها تعطيل الحمل ما هو؟ هو انت. جاوبي. السبب ديال تعطيل الحمل ما هو؟ من هو سبب تعطيل الحمل؟ ما هو السبب في تعطيل هذا الحمل؟ سؤال سهل ماهر. شو صحيح؟ شنو هو السبب في تعطيل هذا الحمل؟ ما هو السبب في تعطيل وتأخير هذا الحمل؟ جاوبي. شنو هو السبب في التأخير ديال هذا الحمل؟ أنت سحرك. وماذا؟
قولي بسم الله ربي غادي يعمرك رب العالمين غادي يوفقك وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله أكبر. بسم الله. الله عز وجل غادي يوفقك. كوني صديقة ربي يوفقك. شنو هو السبب ديال التعطيل ديال هذا الحال؟ عين عين الصبر عين في الحمل والولادة. زيد عين في الحمل والولادة أصابت. أكملي أكملي. يا إله الله عين عين واتك أرى الليل الليل طول تكلمي عين ماذا عين عين ماذا زيدي عين واش في عملها عين في الحمل والولادة ولا غير في العمل ولا فاش في العمل عين والولادة والحمل عين وفي أبناء عين عندها الأبناء معاك أولادك بغي تزيد باقي باغي الأبناء أنت أنت كم سنة انقطعت عن الحمل؟ 10-15 ما هي مشكلة. طيب لا إله إلا الله زيد هاد العين هادي شكون كان خدام عليها اللي هي معطلة الحمل؟ أنت ولا الجني؟ الجني الأول الجني المسلم الجني المسلم كان عاشق أيضا كان عاشق نعم ما بقاش الزنا والاعتداءات في الليل في قبل شهر او شهرين هو اللي كيعتدي عليها مره مره حتى وان اسلم جاوبيني وان اسلم يخطئ وان اسلم يعتدي عليها مرات انا كنستنى نستنى الجو الى غادي نبقاو نستناو بالعام غير نديروا الرقيه يعني ندخلوا في, 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 في الشوايه هذا الجني هذا الجني المسلم هو من يزني بها هذه منذ شهر أو شهرين أنا يزني بها ده ما بقاش كيزني بها طيب من اعتدى عليها في المنام هذه الشهور الأخيرة من لا أه؟ لا ما عارفاش وخ نقزوا هذه النقطة هذه طيب كين أنت يا مسلمة وكين هذا الجني المسلم معكم شي جن آخر كين حية هاد الحية وش هو الدور ديالها؟ وش هو الدور ديال هاد الحية؟ تفرق بينهم تفريق زيدي هاد الحية عندها سحر خدامة عليها هاد الحية عندها سحر خدامة عليها سؤال سهل جدا والجواب ديالو سهل جدا هاد الحية هل دخلت بسحة وهي تشتغل به دخل بالعين والحسد نعم حتى الحية بالعين والحسد فاش من نوع ديال العين اللي دخلت بها محبة ماذا جاوبيني هاد العين هادي اللي دخلت بها هاد الحي هاد العين اللي دخلت بها هاد الحي على ماذا تقولتي لي ان الجيني المسلم الاول كان خادم ديال العين في الحمل في الولادة في العمل في الابناء ياك فقط كتسمعيني اختي كفايق سيري بلاصتك سيري ارجعي للور أعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم أبطل أثر عين حاسدة نظرت وما ذكرت، اللهم أبطل أثر عين حاسدة نظرت وما بركت، اللهم أبطل أثر عين حاسدة نظرت وما قالت ما شاء الله، اللهم أبطل أثر عين حاسدة نظرت وما ذكرت، اللهم أبطل أثر عين حاسدة نظرت وما قالت ما شاء الله، اللهم أبطل أثر عين حاسدة نظرت وما قالت تبارك الله، اللهم أبطل أثر عين حاسدة نظرت وما بركت، اللهم أبطل أثر عين حاسدة نظرت وما ذكرت، نظرت وما بركت، نظرت وما كبرت، نظرت وما قالت ما شاء الله، اللهم أبطل أثر عين حاسدة تتمنى زوال النعم، اللهم أبطل أثر عين حاسدة تتمنى زوال النعم، اللهم أبطل أثر عين حاسدة أصابت في الرزق والمال، اللهم أبطل أثر عين حاسدة أصابت في الرزق والمال، اللهم أبطل أثر عين حاسدة أصابت في العمل والمال، اللهم أبطل أثر عين حاسدة أصابت في الدين والخلق أصابت، اللهم أبطل أثر عين حاسدة أصابت في الدين والخلق أصابت، اللهم أبطل أثر عين حاسدة أصابت على الاستقامة والالتزام، أصابت على الثياب واللباس والهندام، اللهم أبطل أثر عين حاسدة أصابت على قراءة القرآن، اللهم أبطل أثر عين حاسدة أصابت في الصلاة والصيام، اللهم أبطل أثر عين حاسدة في الدين والخلق أصابت بالاستقامة والالتزام أصابت، اللهم أبطل أثر عين حاسدة عين حاسدة، اللهم أبطل أثر عين حاسدة عين من الأقارب عين من القريبات عين من الأقرباء عين، بسم الله وبأمر الله تبطل كل عين قوية، تبطل كل عين قوية، تبطل كل عين قوية، تبطل كل عين عذبت وأمررت والصدر ضيقت والأنفاس قطعت والعقل بلبت والعلم ضيعت، بسم الله تبطل كل عين أصابت في كل شيء أصابت في الرزق والمال أصابت، بسم الله وبأمر الله تخرج حرارة العين والحسد تراكبت في الدم والعظام والعروق والمفاصل والبدن والروح والقلب والصدر والجسد، بسم الله تخرج حرارة العين والحسد من الأرحام من الرحم والأرحام من المفاصل والأرحام من العظام والرحم من البدن والرحم من العقل والرحم، تطل كل عين تراكمتها جنيا خبأتها جنيا ورتها جنيا دستها جنيا، بسم الله بسم الله بسم الله تبطل كل عين عين في الجمال عين في الجمال غيرة الجمال عين بسم الله تبطل كل عين بدلت الجمال، بسم الله تبطل كل عين سودت الجمال، بسم الله تبطل كل عين بدلت الذوق واللباس والحسن والجمال،
بسم الله تطال كل عن غيرة الجمال جمال الوجه بسم الله تطال كل عن غيرة الجمال جمال البدن بسم الله تطال كل عن غيرة الجمال جمال الشعر لون الشعر طول الشعر بسم الله بسم الله بسم الله تطال كل عين تطال كل عين أصابت في كل شيء أصابت عليها جني يخدمها جني توكل بها جني يحرسها جني بسم الله تطال كل عين قوية عليها أفعى حيا بسم الله تطال كل عين تخدمها حيا بسم الله تطال كل عين 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 عليها جني بسم الله تطال كل عين 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 عليها أفعى بسم الله تطال كل عين 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 عليها جني تطال كل عين وحسد تطال كل عين قوية وحسد تطال كل عين حارة وحسد تطال كل عين غادرة وحسد تطال كل عين تراكمت 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 في البطن تطال كل عين تراكمت في البطن تطال كل عين تراكمت في الأمعاء تطال كل عين تراكمت في البطن تطال كل عين تراكمت في البطن تطال كل عين تراكمت في البطن تطال كل عين تراكمت في الأمعاء والبطن تطال كل عين تراكمت في الأمعاء والبطن تطال كل عين تراكمت في الجمال تطال كل عين تراكمت في الشعر على طول الشعر تطال كل عين تطال كل عين تطال كل عين تطال كل عين 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 اللهم اطفئ حرها وأبرد حرها وأخرج حرها وأزل اللهم يا ربي أداها وضررها وشرها اللهم اطفئ حرها وأبرد حرها وأخرج حرها وأزل أداها وضررها وشرها اللهم اخرج حر كل عين أصابت على صلاح الأبناء على أدب الأبناء على علم الأبناء على دراسة الأبناء على جمال الأبناء على لباس الأبناء على تفوق الأبناء على ثقافة الأبناء عين عين في الأبناء في الذرية والعيال في الأبناء والعيال في الذرية والعيال في الأبناء والعيال في الأبناء والعيال عين 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 أصابت على محبة الأبناء لآبائهم عين عين أصابت على محبة الأبناء لآبائهم عين 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 أصابت على محبة الأبناء لآبائهم بسم الله تبطل كل عين أصابت على حب الأبناء لأمهاتهم على حب الأبناء لأمهم على حب الأبناء لأمهم على حب البنات لأمهم على حب الأبناء لأمهم بسم الله تبطل كل عين وحسد في كل شيء عين وحسد في العمل عين وحسد في الوظيفة عين وحسد في الرزق عين وحسد في الرزق تطل كل عين حاسدا في الرزق تطل كل عين قويا في الرزق تطل كل عين حارة في الرزق تطل كل عين قوية في الرزق تطل كل عين غادرة في الرزق تطل كل عين قوية في الرزق تطل كل عين عذبت في الرزق أصابت عين 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 اللهم اخرج حر كل عين اللهم ابرد حر كل عين اللهم اطفئ حر كل عين اللهم ابرد حر كل عين اللهم اطفئ حر كل عين اللهم اخرج حر كل عين وازل أذى وضرر وضر وشر كل عين اللهم اطفئ حر كل عين وابرد حر كل عين واخرج حر كل عين وازل أذى وضرر كل عين عين وحسد في الجمال عين وحسد في الرزق عين وحسد في الجمال عين وحسد على طول الشعر عين وحسد على المحبة بين الأزواج عين 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 بسم الله تبطل كل عين على المودة بين الأزواج على الألفة بين الأزواج على المحبة بين الأزواج على المودة بين الأزواج على الألفة بين الأزواج بسم الله تبطل كل عين قوية بسم الله تخرج كل عين قوية بسم الله تطفئ كل عين قوية بسم الله بسم الله بسم الله تبطل كل عين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تبطل كل عين بسم الله بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين نظرت وما ذكرت نظرت وما بركت نظرت وما كبرت نظرت وما قالت ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك 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 الله
تبارك الله ما شاء الله تبارك الله في الجمال ما شاء الله في الحسن ما شاء الله في البغاء ما شاء الله على جمال الشعر ولون الشعر وشكل الشعر وطول الشعر ما شاء الله 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 تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء 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 الله تبارك الله في الرزق ما شاء الله في المال ما شاء الله في الصحة ما شاء الله اللهم أطفئ حر كل عين نظرت وما قالت ما شاء الله اللهم أبرد حر كل عين نظرت وما قالت ما شاء الله اللهم أخرج حر كل عين نظرت وما قالت ما شاء الله اللهم أبرد حر كل عين نظرت وما قالت ما شاء الله اللهم أطفئ حر كل عين نظرت وما قالت تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله في الجمال تبارك الله في الأبناء والذرية والعيال تبارك الله في الحمل في الحمل في الحمل والولادة تبارك الله تبارك الله تبارك الله على المحبة بين الأزواج تبارك الله على المودة بين الأزواج تبارك الله تبارك الله تبارك الله في الصحة في الصحة في الصحة تبارك الله في الدين والخلق في الاستقامة والالتزام في الصلاة والقرآن بسم الله تبطل كل عين 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 اللهم اخرج حرها اللهم أبرد حرها أزل أداها وضررها وشرها اللهم اطفئ حرها وأبرد حرها وأخرج حرها وأزل اللهم يا ربي أداها وضررها وشرها اللهم اطفئ حرها وأبرد حرها وأزل أداها أزل أداها وضررها وشرها بسم الله الواحد الأحد 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 بسم الله بسم الله الواحد الأحد تبطل حرارة العين والحسد تطفأ حرارة العين والحسد تبطل حرارة العين والحسد تخرج حرارة العين والحسد تبطل حرارة العين والحسد تطفأ حرارة العين والحسد تخرج 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 حرارة العين والحسد تخرج 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 نظرة العين والحسد تخرج تخرج حرارة العين والحسد تخرج تخرج كل عين قوية تخرج تخرج كل عين تراكمت تخرج تخرج كل عين تعاظمت تخرج تخرج كل عين تباخمت تخرج تخرج كل عين في الدم تخرج تخرج كل عين في الدم تخرج تخرج كل عين حرة تراكمت في الدم تخرج تخرج كل عين تراكمت في الدم تخرج تخرج كل عين تراكمت على الأكتاف تخرج تخرج كل عين تراكمت على الأكتاف تخرج تخرج كل عين تراكمت على العنق والأكتاف تخرج تخرج كل عين تراكمت على الرقبة والأكتاف تخرج تخرج كل عين أثقلت الأيدي والأكتاف تخرج تخرج كل عين بلدت العقل وضيعت العلم تخرج تخرج كل عين سحقت الذكاء والعقل تخرج تخرج كل عين حارة تخرج تخرج كل عين قوية تخرج تخرج كل عين غادرة تخرج تخرج كل عين فاجرة تخرج تخرج كل عين حارة تخرج تخرج كل عين قوية 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 تخرج تخرج كل عين نظرت وما ذكرت تخرج تخرج كل عين نظرت وما بركت تخرج تخرج كل عين نظرت وما قالت ما شاء الله تخرج تخرج كل عين 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 في الجمال عين تخرج تخرج كل عين 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 في الصحة عين تخرج تخرج كل عين 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 في الرزق عين 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 تخرج كل عين تخرج كل عين تخرج كل عين أصابت في كل شيء أصابت في كل شيء أصابت في كل شيء اللهم اطفئ حرها وأبرد حرها
اللهم اطفئ حرنا وابرد حرنا واخرج حرنا. اللهم اطفئ حرنا وابرد حرنا. اللهم اطفئ حرنا وابرد حرنا واخرج اللهم يا ربي حرنا وازل اداها وضررها وشرها. اللهم اطفئ حرنا وابرد حرنا واخرج اللهم يا ربي حرها وازل اداها وضررها وشرها. اللهم اطفئ حر كل عين. اللهم ابرد حر كل عين. اللهم اخرج حر كل عين. اللهم اطفئ اذى وضرر وضر وشر وغدر وسم كل عين. اللهم عليك بكل جنية خدمت الاعين والحسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان فيه شفاء للناس. اللهم عليك بكل جنية من الحيات من الثعابين والحيات من الأفاعي والحيات خدمت السحر في بطنها تحرس شيدت الحصون عليه تخدمه تحرس بسم الله وبأمر الله يدمر كل حصن متين على سحرها في البطن. بسم الله العظيم الكريم وبأمر الله وبحق حروف كتاب الله العظيم يحطم ويكسر كل حصن على سحرها في البطن دام سنين. بسم الله وبأمر الله يكسر كل حصن متين على سحرها عظيم. بسم الله وبأمر الله يكسر كل حصن متين عظيم على سحرها عظيم. بسم الله يدمر كل حصن متين على سحرها عظيم. بسم الله يفجر كل حصن قوي يدمر كل حصن قوي يحطم كل حصن قوي يكسر كل حصن قوي. بسم الله وبأمر الله وبإذن الله يدمر كل حصن عظيم قوي يفجر كل حصن عظيم قوي يكسر كل حصن عظيم قوي يحطم كل حصن عظيم قوي يكسر كل حصن عظيم قوي يدمر كل حصن عظيم قوي يفجر كل حصن عظيم قوي يدمر كل حصن عظيم قوي يكسر كل حصن عظيم قوي يدمر كل حصن عظيم قوي على سحرها قوي في البطن قوي أينما كان وكيفما كان
يبطل، تدمر حصونه يبطل، تفجر حصونه يبطل، تكسر حصونه يبطل، تغد حصونه يبطل، بسم الله يبطل، بسم الله يبطل، بسم الله يبطل، بسم الله يدمر كل حصن يكسر كل حصن يفجر كل حصن، بسم الله بسم الله بسم الله. وظنوا أنهم منعتم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقلب في قلوبهم الرعب وقلب في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبأمر الله يدمر كل حصن أينما كان وكيفما كان، يدمر كل حصن أينما دس وكان، يدمر كل حصن أينما استخفى وكان، يدمر كل حصن أينما توارى وكان، يدمر كل حصن أينما دس وكان، يفجر كل حصن أينما اختبأ وكان، يدمر كل حصن أينما توارى وكان. بسم الله يدمر كل حصن يفجر كل حصن يكسر كل حصن يدمر كل حصن يفجر كل حصن يكسر كل حصن. بسم الله يدمر كل حصن يفجر كل حصن يكسر كل حصن. تحل كل عقدة تفجر كل عقدة تفجر أعظم عقدة تفرعت فيها العقد. بسم الله تحطم أكبر عقدة تفرعت منها العقد. بسم الله تنسف أكبر عقدة تفرعت منها العقد. بسم الله تدمر أكبر عقدة تفرعت منها العقد. بسم الله تفجر أكبر عقدة تفرعت منها العقد. بسم الله تنسف أكبر عقدة تفرعت منها العقد. بسم الله تحطم أكبر عقدة تفرعت منها العقد. بسم الله تفجر أعظم عقدة تفرعت منها العقد. تنسف أكبر عقدة تفرعت من العقد. تحل أكبر عقدة تفرعت فيها العقد تفرعت من العقد. في الرأس عقد، في الدماغ عقد، في المفاصل عقد، في البطن عقد، على الرجل عقد، على اليد عقد، على العقل عقد، على الفهم عقد، على الجمال على الجمال على الجمال على الجمال على الجمال عقد. بسم الله تحل العقد كلها وجلها أعظمها وأقدمها. بسم الله تحل العقد كلها وجلها أقواها وأحكمها وأمتنها. بسم الله تحل العقد كلها أعظمها وأقدمها أقواها وأحكمها وأمتنها. بسم الله تفك كل عقد تنسف كل عقد تفجر كل عقد. في الرحم عقد، في الرحم عقد، على العورات عقد. بسم الله تحل كل عقد. في البطن في البطن في البطن في البطن عقد، في البطن عقد، في الرحم عقد. تفجر أكبر عقد أعظم عقد أقوى عقد أمتن عقد أحكم عقد. بسم الله بسم الله بسم الله. تحل كل عقد تفجر كل عقد تدمر كل عقد تنسف كل عقد تحل كل عقد. بسم الله تفجر كل عقد تنسف كل عقد تفجر كل عقد تدمر كل عقد تحل كل عقد تحل كل عقد تفجر كل عقد تدمر كل عقد تنسف كل عقد تحل كل عقد تنسف كل عقد تدمر كل عقد تفجر أكبر عقد أعظم عقد أحكم عقد أمتن عقد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. إن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 ففتقناهما. تفتق أقوى عقدة تفتق أعظم عقدة تحل أكبر عقدة تفجر أكبر عقدة تدمر أكبر عقدة تنسف أكبر عقدة تهد أكبر عقدة تدمر أكبر عقدة. على القلب وفي القلب المحبة في القلب على القلب وفي القلب في المحبة والقلب على القلب وفي القلب في المحبة والقلب. تحل كل عقل في الصدر على الصدر ضيق الصدر. بسم الله تحل كل عقل في العقل على العقل بلدت العقل في العقل على العلم ضيعت العلم في العقل على الذكاء ضيعت الذكاء في العقل على العمل في العقل على الوظيف تسندت في الخمول والكسل على الأكتاف. عقد 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 عقدتها جنية عقد 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 قديمة عقدها جان عقد 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 عظيم عقدها شيطان عقد 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 قوية عقدها ظالم عقد 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 عظيم عقدها عفريت عقد عقد عقدتها حية عقد عقد. تحل العقد كلها 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 تفجر العقد كلها تنسف العقد كلها تدمر العقد كلها. في الجمال كلها في العلم كلها في الفهم كلها في الصحة كلها. بسم الله تحل العقد كلها
على العمل كله، على المحبة بين الأبناء، على المحبة بين الأبناء وآبائهم، عقد عقد على القلب، على الأعين، على السمع، على البصر، في النطق واللسان، عقد عقد تحل العقد كلها. على المحبة بين الأزواج صنعت عقد ربط بحكم بسم الله تحل كل عقله، سحقت الحب والمحبة بين الأزواج مربوطة بإحكام، مربوطة بإحكام، مربوطة بإحكام، معقودة بإحكام، مربوطة بإحكام، معقودة بإحكام، محكومة، محكومة بإحكام، مربوطة بإحكام، معقودة بإحكام، مربوطة بإحكام، عقد بإحكام، 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 عقد في القلب بإحكام، مربوطة بإحكام، عقد على الجمال بإحكام، مربوطة بإحكام، عقد على القلب، على القلب، على القلب، على القلب، مربوطة بإحكام، معقودة بإحكام. بسم الله تحل كل عقدا، 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 تفك كل عقدا، تنسب كل عقدا، تفجر كل عقدا، تدمر كل عقدا، تحطم كل عقدا، تفجر كل عقدا، تدمر كل عقدا، تحل كل عقدا. بسم الله تحل العقد كلها، تفجر العقد كلها، تدمر العقد كلها، وجلها وأعظمها وأحكمها وأقدمها وأبدلها. اللهم فك عقدهم، اللهم اكسف عقدهم، ودمر عقدهم، وحل عقدهم، أعظمها وأحكمها وأبدلها وأقواها. لا إله إلا الله، وبسم الله وما شاء الله، وبإذن الله تفك كل عقدة، وبأمر الله تحل كل عقدة، وبإذن الله تنسف كل عقدة. بسم الله، بسم الله، بسم الله تحل كل عقدة أينما كانت وكيفما كانت. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، ولا إله إلا الله، وما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، هو ربنا نعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا الله، وما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وربنا نعم المولى ونعم النصير. بسم الله تكفينا، بسم الله تشفينا، بسم الله تحمينا، بسم الله تحفظنا، بسم الله ترعانا، بسم الله بعظمتها، بسم الله بقدرها، بسم الله بقوتها، بسم الله، بسم الله، وبأمر الله تحل أعظم عقدتنا، أحكم عقدتنا، أمتن عقدة، أينما كانت في البدن وأطراف البدن وأعضاء البدن وعظام البدن. بسم الله، بسم الله، بسم الله تنسف أكبر عقدة، فرعوا منها العقد، أخرجوا منها العقد، صنعوا منها العقد. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في البطن، تهد كل الحصون، تدمر كل الحصون عليه وحوله، عليه وحوله، عليه وحوله. اللهم اجعل له من بطنها مخرجا ومسلكا ومنفذا، اللهم بحق حروف كتابك العظيم، اللهم اجعل له من البطن مسلكا ومخرجا ومهربا ومنفذا، اللهم اجعل له مسلكا ومخرجا ومنفذا، اللهم اجعل له من بطنها مسلكا ومخرجا ومنفذا، اللهم اجعل له مسلكا ومخرجا ومنفذا. باسمك ربي يخرج من بين الصلب والترائب، بإذنك ربي يخرج من بين الصلب والترائب، بإذنك ربي يخرج من بين الصلب والترائب. بسم الله، بسم الله، بسمك ربي يخرج من بين الصلب والترائب،
باسمك ربي يخرج من بين الصلب والترائب، باسمك ربي يخرج من بين الصلب والترائب، بسم الله يخرج، بسم الله يخرج. اللهم ولا تجعل عليه حصنا ولا متنا، اللهم ولا تجعل عليه حصنا ولا قفلا، اللهم ولا تجعل عليه حصنا ولا سدا، اللهم ولا تجعل عليه حصنا ولا عقدا، اللهم دمر كل حصن وفجر كل حصن واكسر اللهم يا ربي كل حصن. بسم الله بسم الله بسم الله وبأمر الله، بسم الله وبإذن الله، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يخرج من بين الصلب والترائب، يخرج من بين الصلب والترائب، يخرج 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 يخرج، بسم الله يخرج، بسم الله يخرج، بسم الله يخرج، بسم الله بسم الله يخرج 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 يخرج، بسم الله يخرج، بسم الله يخرج، يخرج من بطوننا، يخرج من بطوننا، يخرج من بطوننا، يخرج من بطوننا. شراب مختلف الألوان فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العلى كلها، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإدعاد، يا من ترى كل جني في البدن ظالم كبير وصغير، يا من ترى كل أفعى وحي وثعبان في البدن ظالم كبير أو صغير، ملك أو سيد أو سلطان. اللهم يا من ترى كل كبير في البدن وصغير، اللهم يا من ترى كل ظالم في البدن وظالم، اللهم يا من ترى كل شيطان في البدن وشيطان، اللهم يا من ترى كل عفريت وعفريت، اللهم يا من ترى كل معتد ومعتدية، اللهم يا من ترى أماكنه، اللهم يا من ترى مستقراته ومستوداته، اللهم يا من لا يخفى عليك شيء من حاله، اللهم يا من لا يخفى عليك شيء من أمره، اللهم يا من لا يخفى عليك شيء من سره، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا حي يا قيوم، يا قيوما إلى الأبد، يا مجيب دعوة المضطرين، يا منجي الهالك، يا سامع الصرخات، يا مجيب الدعوات، يا رفيع الدرجات، يا إله ورب الأرض والسماوات. أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أسألك بحق كل حرف في كتابك العظيم نزلته من فوق سبع سماوات من جبريل إلى محمد إلى الناس هدى وبينات من الهدى والفرقان. اللهم أنزله على دورهم ومساكنهم وحصونهم وعقدهم وأسعارهم، اللهم أنزله عليهم نارا حرا كالجمر نار، اللهم أنزله على أبدانهم نارا كالنمر نار، اللهم أنزله على أجسادهم نارا 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 لا بردا ولا سلامة، اللهم انزل على أجسادهم حرا وسعيرا، اللهم انزل على أبدانهم حرا وسعيرا، حرا كالجمر نار، حرا كالجمر نار. اللهم احرق بأقواهم، اللهم احرق بأبغاهم، اللهم احرق بأكبرهم، اللهم احرق بأعلمهم، اللهم احرق بسيدهم، اللهم احرق بمن ولاهم، اللهم احرق بخدامهم، اللهم احرق بكل أفعى، اللهم احرق بكل ظالم، اللهم احرق بكل ماكر، اللهم احرق بكل معتدي، اللهم احرق كل شيطان وشيطان، اللهم احرق به كل عفريت، اللهم احرق به كل عفريت، اللهم احرق به كل جنية، اللهم احرق به كل مسلم ماكر ظالم، اللهم احرق به كل معتد وظالم، اللهم احرق به كل ظالم، اللهم احرق به كل ظالم، اللهم عذب به كل ظالم، اللهم اصعد به كل ظالم. اللهم انزل على أبدانهم النار، اللهم انزل على سمعهم النار، اللهم انزل على أجسادهم النار، اللهم انزل على آذانهم النار، انزل على أبصارهم النار، انزل على أسماعهم النار، انزل على وجوههم النار، اجعلوا يثني في بطون نار كغلي الحميم نار، كغلي الحميم نار. اللهم احرقهم حلقة به حلقة، اللهم اجعل كل حرف من كتابك قرأنا ورتلنا كل دعوة دعونا. اللهم إنا نسألك بحق حروف كتابك العظيم، اللهم إنا نسألك وأنت المسؤول، يا من تسمعنا الآن وترانا الآن ولا يخفى عليك في البدن شيء، اللهم أنزل عليه قرآنك العظيم حرا وسعيرا، حرا وسعيرا، حرا وسعيرا، حرقا وسعيرا، نارا وسعيرا، ألما وسعيرا، عذابا وسعيرا، حرا وسعيرا، نارا وسعيرا. اللهم أنزل عليه حروف كتابك العظيم حظا كالجنة.
الجبل يغلي نار يغلي نار يسري نار يجري في الدم والمسامع نار. اللهم يا رب السماء والأرض ومن فيها ومن بها ومن عليها أحرق به كل عفريت أحرق به كل حية أحرق بها كل جني أحرق به كل جنية أحرق به كل عاشق أحرق به كل زاني أحرق به كل زاني أحرق به كل ظالم وظالم أحرق به كل شيطان وشيطان أحرق به كل معتدي ومعتدي بسم الله وبأمر الله يحرق 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 يحرق. وخر موسى صعق ومصعق بالقرآن صعقة صعقة صعقة. يا من ترسل الصواعق على من تشاء اللهم انزل علي من السماء صواعق 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 مرسلة من السماء مرسلة عليهم مرسلة على قواهم مرسلة على أبغاهم مرسلة على خدامهم مرسلة صواعق مرسلة صواعق مرسلة. اللهم اصعقهم بها صعقة اصعقهم بها صعقة. اللهم دمر بها دورهم ومساكنهم وبيوتهم وخلواتهم وفلواتهم وأوكارهم وثغورهم وعقورهم وجحورهم ودمر بها أسحارهم وابطل بها أسحارهم وافضح بها أسحارهم بسم الله. اللهم نحرقهم حلقة بالقرآن حلقة واصعقهم صعقة بالقرآن صعقة بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اهلك كل ظالم وظالم بالقرآن يحرق بالقرآن يحرق بكلام الله يحرق. اللهم اجعل نسري في المسامع والدماء نارا 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 لا بطل ولا سلام نارا نارا لا بطل ولا سلام نارا لا بطل ولا سلام نارا لا بطل ولا سلام نارا لا بطل ولا سلام. اللهم احرق كل حية اللهم اهلك كل حية اللهم اعذب كل حية اللهم دمر كل حية اللهم اسلخ جلد كل حي اللهم اقطعها اربا اربا اللهم اقطعها جزءا جزءا اللهم اقطعها طرفا طرفا اللهم اقطعها اربا اربا جزءا جزءا طرفا طرفا بسم الله. تحرق 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 كل جنية جددت السحر في المنام في الليالي وراء الاحلام ساحرة 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 ساحرة. اللهم الشلل 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 اللهم شل حركتها اللهم اقطع لسانها وازل السم من لسانها واقطع راسها واسلخ جلدها. اللهم بالقران احرقها حرقة بالقران صعقها صعقة بسم الله. تحرق بسم الله تحرق لا إله إلا الله ما شاء الرب كان وما لم يشاء لم يكن وحسبنا الله ونعم الوكيل هو ربنا وناصرنا نعم المولى ونعم النصير نعم المعين ونعم العاطي والمانع والظهير كل شيء بأمره كل شيء بإذنه. أسألك اللهم يا رب بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العلى كلها يا حي يا قيوم يا قادرا على كل شيء يا من لا يعجزك شيء يا من ترى ما لا نرى يا من يا رب يا من لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء ولا في الأجساد ولا في الأبدان ولا في الورى. أسألك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العلى كلها أن تشفي يا رب مرضانا ومرضى المسلمين أن تهدي يا رب أمة محمد أجمعين إلى الحق يا رب والسداد والرشد واليقين. اللهم اغفر لنا كل الذنوب واستر عنا عل العيوب. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم كن يا رب لنا وليا ونصيرا كن يا رب لنا معينا وظهيرا. أعلي اللهم يا رب قدرنا ارفع اللهم يا رب شأننا انصرنا يا رب على من عادانا وآذانا وانتهك أجسادنا وأبداننا. اللهم علي راية الحق والدين انصر اللهم يا رب الإسلام والمسلمين اخذل اللهم يا رب الشرك والمشركين
ودمر اللهم يا ربي أعداءك أعداء الدين. اللهم يا ربي دمر الظالمين بالقرآن. اللهم يا ربي أهلك الظالمين بالقرآن. اللهم يا ربي أحرق الظالمين بالقرآن. اللهم يا ربي اسعق الظالمين بالقرآن. اللهم يا ربي لا تقم الظالمين قائمة بالقرآن ولا تعلي للظالمين راية بالقرآن. اللهم عليك بهم أينما حلوا وارتحلوا. اللهم عليك بهم يا ربي أينما صالوا وجالوا. اللهم عليك بهم يا ربي أينما كانوا وكيفما كانوا. اللهم يا ربي عليك باليهود ومن هاودهم. وعليك اللهم يا ربي بالنصارى ومن ناصرهم. اللهم عليك يا ربي بالمجوس ومن جاورهم. وعليك اللهم بالمنافقين ومن واثقهم. وعليك اللهم يا ربي بالسحرة ومن والاهم ومن سلك نهجهم ومن اقتفى أثرهم ومن تبع خطاهم. اللهم عليك بالسحرة ودورهم. اللهم عليك بالسحرة وبيوتهم. اللهم عليك بالسحرة وخلواتهم وفلواتهم. اللهم عليك بالسحرة وأينما كانوا وكيفما كانوا. اللهم عليك بالسحرة وكتبهم. اللهم اخسف بهم وبدارهم الأرض. اللهم سلط عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. اللهم يا رب اجعل عاليهم سافلهم. اللهم اجعل عاليهم سافلهم. اللهم اجعل عاليهم سافلهم. اللهم أذقهم الذل والذلة وعشهم على الأرض أذلة وأمتهم أذلة واحشرهم أذلة وأذقهم طعم الذلة. اللهم أدخلهم النار ولا تخرجهم منها. اللهم أرنا فيهم العذاب في الدنيا قبل الآخرة. اللهم يا من قلت وقولك الحق لهم عذاب في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك وأنت المسؤول من تاب منهم يا رب فتب عليه ومن أبى فعليك به. اللهم من 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 نكر وغدر وكفر وفجر اللهم عليك به. اللهم عليك بالماكرين والماكرات. اللهم عليك بالغادرين والغادرات. اللهم عليك بالفاجرين والفاجرات. اللهم عليك بهم يا رب أجمعين. اللهم لا تقم لهم قائمة ولا تعلي لهم راية ولا تبلغهم يا رب مقصدا ولا غاية. اللهم بدلهم بدل القوة ضعفا. اللهم بدلهم بدل القوة ضعفا وبدلهم بدل العزة ذلة. اللهم بدلهم بدل القوة ضعفا وبدلهم اللهم يا رب بدل العزة ذلة. اللهم دمرهم تدميرهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم لا تجمع صفهم وتوحد كلمتهم ولا تعلي رايتهم. اللهم اجعلهم اذا قاموا يتالمون واذا قعدوا يتالمون واذا اضطجعوا يتالمون. اللهم ضاعف لهم الالم وزدهم الالم واطعمهم الالم واسقهم الالم واقسوهم الالم والبسهم الالم. اللهم ارنا فيهم يوما اسودا كيوم عاد وثمود. اللهم ارنا فيهم يوما اسودا كيوم عاد وثمود. اللهم اسل عليهم حجاره من السماء. اللهم اخسف بهم وبدارهم الارض. اللهم عليك بهم. اللهم عليك بهم. اللهم عليك بهم. اللهم سلط عليهم غضبك. اللهم سلط عليهم عقابك. اللهم سلط عليهم عذابك. اللهم سلط عليهم نارك. اللهم سلط عليهم نارك. اللهم ذقهم من حر نارك. اللهم ذقهم من حر كتابك. اللهم ذقهم من حر حروف كتابك. اللهم ذقهم من حر آيات كتابك. اللهم ذقهم من حر الدعاء. اللهم ذقهم من حر أحزاب كتابك. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت. وأنت على كل شيء قدير. وأنت بالإجابة جدير. يا من تسمعنا الآن وترانا الآن ولا يخفى عليك مكاننا ولا يخفى عليك سرنا ولا يخفى عليك سرنا. يا من ترى ما لا نرى ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء ولا في الورى. يا سامع الصرخات يا مجيب الدعوات يا رفع الدرجات يا إله ورب الأرض والسماوات. نسألك بحق ما سجد الساجدون وركع الراكعون وأذنب المؤمنون. نسألك اللهم يا رب بحق الصدقات والدعوات والدمعات والسجدات. اللهم بحق كل صدقة تصدقتها وسجدة يا رب سجدتها وركعة ركعتها وصدقة تصدقتها وسجدة سجدتها وركعة ركعتها. اللهم إنا نسألك يا ربي بحق حروف كتابك العظيم. اللهم أحرق أقواهم وأحرق أطغاهم وأحرق أبطشهم وأحرق أعلامهم وأحرق أكبرهم وأحرق سحرتهم وأحرق من والاهم وأحرق من ناصرهم وأحرق من أعانهم ومن كان ظهيرا لهم. لا إله إلا أنت. عز جارك وجل ثناؤك وعظم مجدك ولا إله غيرك. ولا إله غيرك. ولا إله غيرك ولا رب سواك. ولا إله غيرك ولا رب سواك. ولا إله غيرك ولا رب سواك. اللهم يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين. واهد يا ربي ويا إلهي ويا سيدي أمة محمد أجمعين إلى الحق يا رب والسداد والرشد واليقين. وتب يا رب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر يا رب لنا إنك أنت الغفور الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن
كتبوا يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في الأولين وصل اللهم يا رب على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على محمد عدد ما طارت الطيور في السماء وطارت اللهم صل على محمد عدد ما غاصت الحيتان في البحار اللهم صل على محمد عدد القطر والمطر اللهم صل على محمد عدد الشجر والحجر اللهم صل على محمد عدد ما ذكرك الذاكرون اللهم صل على محمد عدد ما شكرك الشاكرون اللهم صل على محمد عدد ما أذنب المذنبون اللهم صل على محمد عدد ما تاب التائبون اللهم صل على محمد في الأولين وصل اللهم يا رب على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صلاة تشفينا اللهم صل على محمد صلاة تهدينا اللهم صل على محمد صلاة تحمينا اللهم صل على محمد صلاة بها من كل الآفات والأخوال تنجينا اللهم صل على محمد صلاة تزيل بها الضر من أجسادنا اللهم صل على محمد صلاة تبطل بها الأسحار كلها اللهم صل على محمد صلاة تفرح بها الأسحار كلها اللهم صل على محمد صلاة تجلي بها الحقائق والأسرار كلها اللهم صل على محمد صلاة تهلك بها الظالمين اللهم صل على محمد صلاة تحرق بها الظالمين اللهم صل على محمد صلاة تدمر بها الظالمين اللهم صل على محمد صلاة تعذب بها الظالمين اللهم صل على محمد صلاة تدمر بها الظالمين اللهم صل على محمد صلاة تبطل بها الأسحار كلها أينما كانت وكيفما كانت اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل اللهم يا رب على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صلاة تامة كاملة أبدا ملء السماوات والأرضين اللهم صل على محمد عدد النجوم في السماء اللهم صل على محمد عدد حبات الحصى اللهم صل على محمد عدد الشجر والحجر اللهم صل على محمد عدد أوراق الشجر اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك اللهم يا رب على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا الله وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وحسبنا الله ونعم الوكيل هو ربنا نعم المولى ونعم النصير أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم شفاء لا يغادر سقما ولا ابقداء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما. ربي ما كان مصاب فيك وحدك، وما كان الخطأ أو سهو أو زل أو نسيان في الطريقة والقراءة والنطق والكلام في النفس من الشيطان، الله رسوله منه وبراء، الله أعلى وأعلم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الطاهر التقي النقي الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين المحجلين ما دامت السماوات والأرضين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. تكرفصتي بزاف اليوم، تعبتي كثير اكثر من المعتاد، تقدري توصفي لي باش حسيتي بالتفصيل؟ ارفعي صوتك. حسيت الم في عضلات اليدين. هادشي كنتي تحسي به من قبل؟ لا، مع الرقية كان يشد اكثر. سؤال، انت سبق لك درتي الرقية، هاد الحصة حس براسك تزيرتي اكثر من الماضي من كل الحصص، تأثرتي كثير؟ مو تأثر كثير، بس يعني قبل كان يتأثر بس اليوم غير، يعني اليوم مختلف شوي. تجيب أعراض جديدة؟ أعراض جديدة؟ الأعراض الجديدة ما في جديدة، نفس الأعراض اللي قبل، مع الرقية مع هذا أحس بألم في الظهر، العضلات كلها تكون مشدودة. كميل الجنب في البطن، حس البطن، الكتفين والرقبة مع رقية المعدة أحس في شيء كذا تخرج من الفم، بس ما أعرف شو هي. أحس بحاجة تخرج من الفم ديالك. أي زيدي، طلعت لك من اليد اليسرى، حسي بها طلعت من اليد اليسرى، ما عرفت بالضبط وين طلعت، بس ما حاولي تشرحي جيد. ما اعرف هي مع رقية المعدة، رقية السحر، احس فيه مثل شيء كذا كتلة، شيء يخرج مع الألم، بس بعدها أحس بألم شديد في الحلق. جيد، كان صداع. استعب رهق، حرارة، عرق في الوجه، في اليدين حرارة.